السلام عليكم عمو. وعليكم السلام. عمو فيك تحكي لنا شوي عن الوضع عندكم مدينة الرستان؟ والله حالي شو بدنا نحكي لك، الحالة صعبة، لا في لا خبز ولا غاز ولا مي ملوثة، خبز قليل، الغاز غالي، ودمار كله شامل اليوم عنا يعني كل طيب. صواريخ من المشرفة، الميك كل يوم تجي الميك تضرب عنا. طيب هلا خلينا نتصاوب جراء القصف من المشرفة او من كتيبة الهندسة، عم تلاقوا له العلاج دو مدينة الرستان؟ لا والله. طيب شو عم تعالجوا؟ على الله. بين الله يا عمو. طيب عمو شو عم تسوي انتو هون؟ جاي نذكر مدرستنا. هاي مدرستنا بقرينا قصفوا لنا تحت حضروا لنا مدرسة جديدة تحت الأرض، عملوها ملاجئ شان قصف. يعني خوفها من القصف عملتوه بالملاجئ. حسبي الله. طيب فيك تحكي لنا شوي عن وضع منزلكم؟ قصف عني كل يوم يقصفونا بالطيارة ومن المشرفة ومن الهندسة بيضربوا صواريخ. بين الله عمو. طبعا مو شو توجهوا كلمة لبشار الأسد؟ الله لا يوفقه، الله إن شاء الله يتم لأولاده ويذبحهم إن شاء الله. إن شاء الله يا عمو إن شاء الله. طيب يعطيكم العافية.